هاد اللحظه اللي تندوي معاك دابا فيها صيفط لك واحد من العصابه يدي لك كلبك. ديتو ليا كلبك؟ وجدتي الفلوس اللي قتليك؟ فلوس؟ شحال بغيتي ديال الفلوس نجيب لك؟ الا بغيتي كلبك جيب 5000 درهم واجدي. عندي فلوس واجدي، فين كاينش باش نجي عندك؟ حساب لك غتصيدني تجيب لي البوليس تستقلب الكلب بلا فلوس. نصيفط لك واحد صاحبي يجي يهزك ويجيبك عندي. صافي اذا صافي تصيفط لي الشيف وباش يجي يديني. صافي انا تنتسنى. صافي يا رب. لا يا رب يا رب ما بغيتش غير كلبي يرجع ليا. من بعد ما وصلت الشيفور بعد نهار ديال الطريق. زيد تحرك تحرك هاهو الشيف شفتولك هاهو الشيف زيد حيد ليه الماس.
جبتي الفلوس اللي قلت لك؟ شنو قلتي؟ واش جبتي الفلوس اللي قلت لك؟ صاحبي انا مكلخ غير انا جبت الفلوس، انا ما جيتش وجبت الخوطه باش غنجي غديك الفو وغديك بصحه. خرجوا خرجوا الدراري خرجوا. هنا ياسر طلعت كي وقبل ما يجي وجيت خوطه لناضيه بزاف. تعال خويا موعد، شوف اخي وقيتك في واحد البلان. شوف غتجمع لي اخي الدراري ياك، الدراري صحابك وهادي جمعهم وبقاو جالسين قدام باب الدار. اخي غيجي واحد خونا، المهم غيجي بطوموبيل وبقاو تابعين، فهمتي؟ صافي الله يحفظك اخي. صافي 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 مشيت ان شاء الله. صافي يا الحل يا الله سير اخي. اجي شوف بلا ما تعرفطوا لي يد خلاص عندك رجع فين كنت يا مول كنت والله علاش كان واقف هنا ده كده.